هذه أمي وأبوي. أوف. هذا الوالد والوالدة. شوفي قبل 100 سنة هاي الصورة، 100 سنة يعني. مين بتشبه أكثر؟ لمين بشبهك أكثر؟ أنا بشبه أمي أكثر. أمك أكثر. الله يرحمها. المدام اللي ركضت وعبطتك قلت له انا ما بعرفها بس هي بتحبني. ولا بعرف اسمها. وين الصوره؟ كنا في هيدي الصوره هون. ولم يسبق انه قابلتها هذا. بس اللي بيشوف الصوره بيشوف قد ايه هي سعيده كانها. هذا زوجها الجوفرنر اوف كندا. بكل رئيس مفوضيات كندا. وهذه زوجته. لما قالوا له هذا طلال ابو غزالي، طلال ابو غزالي كانت سامعه فيه يعني. طلال ابو غزالي وهجمت علي. فحطيت الصورتين مع بعض مشان ما حد يتهمني فيها. حضرتك خلقت بفلسطين سنة 1938. صح. شو بتتذكر عن يافا؟ وإذا بدي أطلب منك توصف للبيت يلي كنت عايش فيه لعمر 10 سنين قبل الهجرة. كما حافظة تاريخي هذا شرف إلي. كان بيتنا فيلا، وكنت سمعنا في واحنا بالبيت اصوات مكبرات في الطرق. فطلعنا على السطح نسمع نشوف شو الموضوع. فشفنا سيارات عليها مكبرات وعم بيقولوا لسلامه العمليات الحربيه العربيه نطلب منكم الخروج الى الشواطئ. بمعنى أن القوات العربية هي التي طلبت أن نخرج من بيوتنا، وإلا ما كنا خرجنا. لو كان الكلام أن هنالك حرب لكنا تمنينا أن نستشهد كما يستشهد كل فلسطيني، ولكن الخدعة التي خضعنا لها هي أن هذه المكبرات باللهجة العربية قالت لسلامة عملياتنا نريد أن ندخل نحن ونقاتل القوات اليهودية فأخرجوا من بيوتكم. كانت الجملة بوقتها غادروا إلى البحر. نعم. إلى الشاطئ الآن. نعم. تتذكر هالجملة؟ نعم، هذا بالضبط ما كان يقال، هذا ما سمعناه، واضطرينا أن نحمل نفسنا ونطلع وعلينا أمصاننا. كانت الدنيا صيف فما كان علينا حتى جاكيت. اليوم لما تتذكر هالصوت وخاصة هالجملة بتخاف؟ أبدا. أنا من يوم من ذلك اليوم انتهى الخوف عندي. أنا لا أخاف من شيء إلا من ربي. الآن ما عادش عندي خوف، ما في شيء بيخوفني إطلاقا. كنت عم تسأليني قبل شوي سؤال حلو عن ليش بحب اللون البني. صحيح. وما حد سألني هالسؤال. سألت لك تحت الهوى تتجاوبني. بس أنا عرفت من مصادر الخاصة انه حضرتك عندك حب مميز للون البني. نعم. ودايما حتى بالمكتب وقت كنا عم نبرم دايما في لون بني. نعم. شو السبب؟ يعني هذا السؤال ما حد سألني اياه. صحيح. ولكن الحقيقة انه يرمز الى التابوت. التابوت عادة لونه خشب بني. صحيح. وانا اريد دائما ان اتذكر انه في شيء اسمه موت، وبكل سعادة مش بخوف أبدا. أنا لا أخشى الموت، وأنا قبل أن أنام كل يوم بقول شكرا يا ربي أعطيتني كل هذا العمر، ولما أصحى الصبح بقول له شكرا يا ربي أعطيتني يوم جديد، فقط يوم واحد مش متوقع أعيش أكثر منه. فأنا متصالح مع قضية الموت، وأريد أن أتذكر دائما أن الإنسان عنده حياتين، حياة وهو حي وحياة وهو ميت. ونطرته السعادة بالاثنين. بالمحلين أنت تقرر أن تكون سعيدا، وأنا هكذا أنا مقرر أكون سعيد في الدنيا وفي الآخرة. رحتوا على الشط. نعم. رحتوا على الشط وطلعتوا بالباخرة. نعم. كنت عارف بوقتها أنكم أنتم متجهين صوب لبنان؟ لا. كانت رحلة صعبة. إيه. خبرنا. لا هذا 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 حقيقة كانت العملية كتير فوضوية. كان كل واحد ميناء يافا كان ميناء معروف، وكان في عدة بواخر، وكل واحد طلع باخرة ما بعرف شو هي لوين رايحة. والباخرة اللي طلعنا فيها كانت باخرة شحن مش باخرة ركاب، وكثيرين من الذين كانوا فيها توفوا على الطريق لأنه كان في عواصف، واضطررنا أو اضطروا
أصحاب الباخرة أن يلقوهم بالبحر المتوفين. يعني كانت رحلة كتير كتير صعبة إلى أن وجدنا نفسنا في جنوب لبنان الجميل الحميم الكريم الذي لا يمكن أن أنسى فضله علي. قد ما أنت بتحب لبنان، لبنان وشعب لبنان بحبوك. شو ممكن أشرح لك؟ خصوصا ما في نفسي أصلا أول حب بحياتي كان لبناني اللي كنت تهوبر له من الشباك صح؟ كان حب الشباك؟ حب الشباك كان عمري 12 سنة وحبيت جارتي اللي كانت عمرها 12 سنة ورجعت تلقيت فيها بعدين؟ نعم، كان في احتفال عملوا لي مدرسة المقاصد في الغازية وكان احتفال وسموا الغازية باسمي، وهذا أكبر تكريم بعتبره بحياتي. قديش عندي أوسمة ما أكرمني قدر أن تسمي الغازية مدرستها باسمي.